اسمع يا علي يا ابني، خدها نصيحة غالية من أبوك وحطها حلقة في ودنك. اعمل كل اللي أنت عايزه، بس إياك تبص الحاجة في إيد غيرك. ربنا يا ابني يكفينا ويكفيك شر طمع الدنيا. الواد علي ده ألعبان كبير قوي. ايوه بس هيروح فين؟ مش هيقدر يلعب عليا. ده من لومه جاب البضاعه للتجار هنا ونزل بحها هو، وتلاقيك انت كنت معاه. انت يا علي لو طلبت عناية هدهم. وماله يا علي، نمشي سوا. انا بطلب منك حاجه واحده بس. ايه؟ سيب علي في حاله. سمعت ان الواد اللي اسمه علي ده شهم وما هوش نبي، وانه بيعتبر البنت دي واخوها زي ما يكونوا اخواته. يا خرابي قمر قمر، الفت المبالغ فيها دي. قمر ده ايه؟ ده حد عينيه خضره لسه ما استويتش. ماشي يا انا يا انت يا علي. اوي علي ابني. انا كمان كنت محتاج لك قوي. عارفه وسط الزحمه دي كلها هناك كنت حاسس ان انا وحيد. كنت محتاجة من راسي على كده. يابا شغلة الخلفية دي زي اي شغلانة، فيها الكويس وفيها الوحش. وانا زي اي سمسار باخد الزبون للمحل او الفندق واقبض منه عمولتي. يعني بصراحة كده بفيد السياح وبفيد البلد وبكسب القميتي بالحلال. very ancient بالعكت yeah. $10 only. عامه انا مسافر بورسعيد كمان اسبوعين. طب عدي عليا بقى اخويا عشان عايز شوية طلبات كده معينة. يعني والله تأموري. بصي من العين دي والعين دي. ايه ده انت شغال عين واحدة؟ معلش يا صديقي بترف. ما ترف وراها. اديك حتة جلابية؟ لو ابويا شافها عليك هيرجع 20 سنة لورا. يا واد انت اكتشف يا الله. يخرب عقلك. ايه فكرتني؟ تعال هنا يا ولا. انت عملت ايه في المعلم عبدون؟ الغلطة دي لازم تتصلح حالا. ودي تتصلح ازاي حالا يا عم ابراهيم؟ الجوازة دلوقتي وفورا. قلتوا ايه؟ ايه؟ الف مبروك يا علي. ومن ساعتها ما بقاش يجي بورسعيد الا لما نتقابل. يا ما نفسي القلق حل كده، حبي انا ليك بيقل يا حبيبي، انا هبدا امل كده كده بمرور الوقت. يا ما نفسي القلق حل كده، حبي انا ليك بيقل يا حبيبي، انا هبدا امل كده كده بمرور. اعمل ايه في الوقت يا علي؟ بيعدي معاك بسرعة، بس هشوفك بالليل. ها هتعرفي تخرجي من البيت؟ عيب عليك، زي الشعرة من العجين. ايه رأيك في الصورة دي؟ مالها الصورة دي يعني؟ مش باين انهم مخطوبين ولا اي حاجة. وبعدين بص علي مخدود وهي اللي مكلبشة فيه. ايه الاخبار يا علي؟ لفيت عليها الشوارع اللي ورا ما لقيتهاش. يعني ايه الكلام ده؟ علي راحت فين؟ شكلها اتخطف يا حسن. مين بقى اللي قال لك كده؟ تلاقيها سمكه مش كده؟ مش معنى يعني سمكه. عشان سمكه هي اللي من مصلحتها انها تفرق ما بيني وما بينك. طب ايه رايك بقى انها مش سمكه؟ لان ابوها مشترك مع والدك في خطف بطه. انا مش داخل في دماغي ان اللي اسمها مديحه دي هي ورا ده كله. لا يا اللي بيحب عمره ما يكره. العربيه دي ب100 محل، واللي واقفه قدامك دي ب100 راجل. العمليه هتتم بكره، يعني لازم تسافر بعد الفجر، ولما هتوصل هناك هتلاقي عربيه مستنياك. وعلى فكره في قرار جامد قوي، انا هسافر بره تاني. هتسافر تاني يا علي بره؟ تعمل ايه بس؟ الله يخرب بيتك يا علي، انا مش فاهم طلعت لنا منين انت يا سعدي. جايه ترمي بلاويك عليا وعلى ابني؟ لا يا حبيبتي كان غير قشطه. قفشتك يا روح امك، النهارده مش هتقدر تهرب من ايدي ابدا. لازم هتيجي معايا وتكتب كتابك على بنتي. بس انا اللي اقول امتى المشوار ده يخلص، وانا اللي اقرر كمان امتى هنتجوز. اللي بحارني بقى سعادتي بيه. طب يعني انا مش فاهم انت بتحارب الواد ده ليه؟ انا عايزه يبعد عن بنتي،
بذمتك دي معقولة؟ بدل ما يقتل الراجل اللي احنا عاوزينه يقتل راجل تاني؟ الولية دي ولية وش أزق ده متلفت على الواد زيكو، يبقى هما الاتنين اللي ورا حكاية علي ومليحة. دول عاملين عصابة بقى. أنا مستغرب ما حدش فيه ضمير. علي مال علي انت هتكلم فيه ايه؟ نفسي أحس إن انت جنبي حتى لو ما نطقتيش بولا كلمة. ما نطقتش بولا كلمة عشان مصلحتك، لكن عملت اللي أهم من كده.